الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا. نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، نحييكم ونرحب بحضراتكم أجمل وأطيب تحية وترحيب من هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة، لتعلن انطلاقة شوطنا العاشر للإبكار المهجنات الأصايل وانطلاقة هذه الشعارات الرنانة والمميزة والحاضرة في صباح هذا اليوم. ننطلق مع المقدمة مع المركز الأول ليتابع أول الشعارات المنطلقة وأول الأسماء المندفعة في هذا الشوط، انطلاقة واندفاعة هذا الشعار المميز، هذا الشعار الكبير. وتقدم حضور على المركز الأول سالم بن مصبح بن محمد الاكتبي، من يقدم لنا شعاره مع أول المراكز. بالفعل هي حضور لتحضر بهذا الحضور الممتاز وهذا الحضور الكبير. المركز الثاني يتابع القدوم من راهية سالم بن عبد الله بن حمد بن لويعة العامري، يقدم لنا شعاره مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث أتابع متعبة سالم بن حمد بالسيف بالأصلي الشامسي، من يقدم لنا شعاره مع المركز الثالث. المركز الرابع الحضور في هذه اللحظات والقدوم من فرح سهيل بن هلال بسالم بن طناف، من يقدم لنا شعاره مع المركز الرابع. المركز الخامس الحضور من الظبي محمد بن سعيد بن محمد الظاهري، يقدم لنا شعاره مع المركز الخامس. المركز السادس الحضور في هذه اللحظات من المها منصور بن محمد بن سهيل الحميري، من ينطلق مع المركز السادس. المركز السابع الحضور والقدوم في هذه اللحظات من رسالة لعلي بن عبد الله آل فهيده المري، لياتي شعار البطين وينطلق مع رسالة مع المركز السابع. المركز الثامن الحضور والوصول في هذه اللحظات. والقدوم والحضور في هذه اللحظات من شهلولة عبيد بن سالم بن جار الله بن سالمين المري، من يقدم لنا شعاره. بينما أيضا الحضور والقدوم في هذه اللحظات من خفايا اشطيط بن سعيد بن محمد الاكتبي، من يقدم لنا خفايا شقرة هي القادمة أيضا بشعار ناصر بن علي بن سعيد النعيمي، من يقدم لنا شعاره وينطلق بهذا الانطلاق. العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول وإلى الانطلاق الأول، والتحدي ما زالت حضور هي الحاضرة على الصدارة، هي القادمة والمنطلقة مع أول المراكز. سالم بن مصبح بن محمد الاكتبي ينطلق ويندفع في هذه اللحظات الكبيرة واللحظات المميزة. المركز الثاني أحضرت شهلولة عبيد بن سالم بن جار الله المري، بينما المركز الثالث سيوف أول نداء لسيوف سيف بن ضاحي بن سيف الرميثي الرميثي. المركز الرابع أحضر في هذه اللحظات راهية سالم بن عبد الله بن حمد بن لويع العامري، من يقدم لنا شعاره، من يأتي مع انطلاقة شعاره مع المركز الرابع. المركز الخامس الحضور من المها منصور بن محمد بن سهيل الحميري الحميري، ينطلق في هذه اللحظات. بينما المركز السادس أحضرت الظبي بشعار محمد بن سعيد بن محمد الظاهري مع
سادس المراكز المركز السابع وتابع متعبة سالم بن حمد بن سيف الأصلية الشامسية مع المركز السابع المركز الثامن وتابع طرف الحاضرة بشعار عبد الرحمن بن سلمان بن صالح بن حمد المغيرية أول نداء لترف أول حضور لترف في هذا الشوط. يا سلام على الأسماء وعلى الشعارات الحاضرة والمتواجدة في هذا الصباح. العودة مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى انطلاقة المها منصور بن محمد بن سيل الحميري. يا سلام يا سلام يا الحميري يا سلام على هذه الانطلاقة على هذه الاندفاعة المميزة والكبيرة. بينما المركز الثاني سيوف سيف بن ضاحي بن سيف الرميثي. يا سلام الرميثي قادم قادم وخطير ولكن الأسماء حاضرة هنا. شهلولة أحمد بن سالم بن جار الله المري. يا سلام يا سلام على الصراع يا سلام على النزاع. شوف وراكب من احضرت احضرت في هذه اللحظات خيرة حسن بن فارس بن حسين الجرية القادم في هذه اللحظات من يقدم لنا شعاره. ولكن تحركت راية سالم بن عبد الله بن حمد بن لويع العامري. ولكن 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 سيوف يا بن ضاحي سيوف وايضا شهلولة عبيد بن سالم بن جار الله بن سلمين المري من يقدم لنا شعاره. ولكن ايضا الحاضرة متعبة سالم بن حمد بن سيف بالأصلي 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 الشامسي الشامسي والمري المري والشامسي في آخر الأمتار في آخر الأمتار في أمتار الحمالقة في أمتار الكبار يا أمتار الفطاحنة. روح يا رعي متعب روح روح للفوز يا أبو حمد. سالم بن حمد بن سيف بالأصلي 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 الشامسي الشامسي. ما شاء الله على الأداء ما شاء الله على العرض ما شاء الله على الشكل ما شاء الله على الأداء الممتاز. بالأصلي بالأصلي يقدم لنا متعبة. سلام أبو حمد سلام على الفوز والانتصار. المركز الثاني أحضرت شهلولة عبيد بن سالم بن جر الله بن سلمين. بينما المركز الثالث طرف عبد الرحمن بن سلمان بن صالح بن حمد المغير. المركز الرابع أوصلت العلا عبد الرحمن بن مقبل المطير. المركز الخامس أوصلت اللي هي كفاح مبارك بن محمد بن نصرة العامري. إذا نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول إلى خط النهاية 9:22 ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك متعب السالم بن حمد بن سيف الأصلي الشامسي. المركز الثاني شهلولة عبيد بن سالم بن جر الله بن سلمين المري مع المركز الثاني. توقيته ولحظات وصوله إلى خط النهاية. التوقيت ولحظات وصوله 9:23:06 من الثانية. المركز الثالث اللي يترف لعبد الرحمن بن سلمان بن صالح بن حمد المغيري. توقيتها ولحظات وصولها مع المركز الثالث. عطنا المركز الثالث 9:24 بالوفاء والتمام. تانينا والناموس للجميع.